مرحبا بكم متتبعينا الكرام في أخبار قناة سبايس نيوز، وهذا أبرز عنوانها: إنقاذ الأستاذ المفقود في جبل معسكر بميدلت. وفي التفاصيل: بعد بحث دام لساعات طوال، تم العثور في وقت متأخر من مساء أمسنا الاثنين على الأستاذ الذي فقد أثره بجبل معسكر بجماعة تونفيت. وكان الأستاذ الشاب عبد الوافي قد توجه إلى الجبل في رحلة استجمامية أول أمسنا الأحد قبل أن يفقد أثره وتنقطع اتصالاته، وإثر مجهودات كبيرة قام بها أحد المتطوعين إضافة إلى شباب المنطقة ورجال القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية. تم العثور على الأستاذ عبد الوافي وقد تعرض لكسور ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى الإقليمي بميدة لتلقي العلاج. لا ما غاديش يكون ان شاء الله داك الشيء، غير اللهم لك الحمد راك على قيد الحياه، غير صبر معنا شويه راه بخير. اتصلتي بالسلطات؟ اتصلنا بالسلطات المحليه، رغم ما كاينش الريزو، تكرفسنا شويه في الريزو ما لقيناش باش نديكلاريو، اضطريت باش نطلع نزيد نطلع في الجبل باش نشد الريزو. اتصلت بالاخ ديالي والاخ ديالي اتصل بالمسؤولين هنا، يلا شدات لي النمره، واحد النمره ديال الاخ ديالي اللي شدات لي، هضرت معاه باش يهضر مع السلطات المحليه. هو حيت يلاه وقفتوا عليه لقيتو تيهضر ولا جالس مسكين ولا لا؟ لا هو راه كاين البرد، كاين البرد، البرد بزاف، ولكن لقيناه الله باقي صابر مسكين، باقي صابر. ما هضر معكم؟ هضر معانا مزيان، سولناه لقيناه. الاسم ديالك مره؟ الناصري عبد العزيز. الناصري عبد العزيز. الناصري عبد العزيز اللي صاحبك الاخ ديالي، وقيلا حتى هو الناس حتى هو عبد العزيز. عبد العزيز شي حاجه. تفضل سيدي لهنا يلاه.